شارك معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط كمتحدث رئيسي في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2020 الذي يعقد افتراضيا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأكد معاليه أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى من أجل تعزيز أوجه التعاون في قطاع النفط والغاز والاستفادة من هذه التجمعات في كل ما يرتقي بالخبرات البحرينية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه النظم التكنولوجية الحديثة عالميا في هذا المجال. ونوه معاليه إلى مشاركة البحرين في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2020 تأتي تجسيدا للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ومن بينها قطاع النفط والغاز، وذلك في ظل ما يربط بين جلالة الملك المفدى بإخوانه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات مودة قوية وراسخة. وأكد معالي وزير النفط أن المؤتمر يشكل فرصة لمملكة البحرين لاستعراض النجاحات التي تحققها في قطاع النفط والغاز والمشروعات الرائدة التي تمت أو يجري تنفيذها، ومنها مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية وأضخمها في تاريخ المملكة.